فوكس 8:47 دقيقة. صباح الخير، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما يوصلكم صوتنا في شمس فام. نمشي وتود سويت لضيفنا مدير الاتصال النطق الرسمي للشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري في الفوكس. صباح النور. صباح الخير ومرحبا بكل مستمعي شمس فام. مرحبا بك سي منير. نحكيه على تسجيل أول ذروة للطلب على الكهرباء استفادية، وصلت 4363 ميجا وات بسبب الموجة الأخيرة للحر. لو كان زيد فسر لنا أكثر، هل معناتها الكمية هذه تعتبر كبيرة وإلا لا؟ كيفاش قاعدين تخدموا باش توفروا معناتها الكهرباء للتوانسة؟ صحيح، ومشكورين على الاهتمام بمثل هالموضوع في الوقت الحساس هذا. احنا الهيمات هذه بصراحة ثم سخانة، معناها درجات حرارة مرتفعة يمكن فاقت حتى التوقعات، باعتبار انه الناس اليوم تحكي على درجات فاقت المستويات المحلية والاقليمية، ولينا مرتبين على مستوى عالمي. معناها فهمت، الناس تحكي على نصف الليل معناها ثم حدا 40 درجة، معناها في توزر مثلا ولا في دوز وغيره. هذايا بطبيعة نعرف اللي عنده تأثير مباشر على ارتفاع الطلب على الكهرباء، وخاصة على التكييف، وهذايا بطبيعة يرهق إلى حد ما الشبكة الكهربائية ويخليها معناها فهمت تخدم معناها في وتشتغل في الطاقات القصوى متاعها، إذا نجم نقوله هكا. سجلنا نهار السبت مع 3:38 دقيقة ذروة أولى، ذروة نسبية في النهار هذاك 4363 ميجاوات، نتيجة تزامن وإلا معناها حتى تتالي الأيامات متاع السخانة. أمس معناها نهار حتى بطبيعة الحال ما ثماش إقبال كبير، خاطر نعرفوا اللي ثم إدارات ثم معامل وكذا، أمس ما تخدمش، دونك سجلنا كان 4150. لكن اليوم اللي نعرفوه اللي هو قدامنا أيامات سخونة متتالية تقريبا 10-15 يوم مع بعضهم، هذايا بطبيعة باش يعطينا حقيقة معناها جدية كما يقولوا، باش ندخلوا في مرحلة حساسة إن شاء الله. بطبيعة ربي يسترنا وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله نجموا مستعدين. حضرت رواحكم حسب ما عملنا من سيناريوهات، حسب ما عددنا أنفسنا، نقوم بقيادة الشبكة حتى نأمن تزويد البلاد كلها بالكهرباء معناها واستمرارية المرفق هذا اللي هو حيوي خاصة في الشدة هذه متاع الحرارة. سيمونين أرول... ايه تفضل. نلاحظ في بعض الحالات، خاطر احنا المواطن يسمع فينا ويقول انا الضوء قص علي ولا عندي شي طونسيون وكذا، انا اللي نقول معناها نتكلموا صح بالمكروب بالحاجات الكبيره، وبعض الحاجات الصغيره نطمن انه في مستوى عام احنا مصادر الانتاج الشبكات نتاع النقل الكهرباء سليمه تخدم 100%. شبكات التوزيع الى حد كبير الى حد الان ما ثماش اعطاب كبيره، ثم في بعض الاحياء وهذا معنى باش نطمن به المواطن، راهو اذا ثم حاجات تلاحظ راهي ظرفيه في المكان والزمان، وعنا من الزملاء معناها من الفرق الفنيه مجنده باش تتدخل في الابان وتعمل اللازم معناها، والمواطن ماهوش وحده معناها. ما نحبش يقول ولا اني نكلم في ستاج ما جاوبني حد. صارت اضطرابات سي منير؟ ثم اضطرابات، انا نعطي مثال بسيط، مثلا البارح بركة نصف الليل خاطر ثم تحديات، حتى المواطن يفهمنا باش نحاول وهو يعاوننا، على خاطر راهو يبقى الفاعل الرئيسي هو المواطن، هو المستهلك، وقت اللي ينقص شويه في الاستهلاك يرشد الاستهلاك ينجم معناها يعاوننا بصفه كبيره. البارح مثلا فرط الاستهلاك في منطقة سيدي بوزيد عندنا دو ترانسفو، زوج محولات كبار 40 امفيا كل واحد، صح منهم واحد مع نصف الليل بطبيعة احنا الاولاد كما حكيت لكم جندين من نصف الليل معناها الناس معناها توجهت الى سيدي بوزيد باش يوقع تبديل ولا تحويل هالتغيير المحول هذايا، باش نبقى ديما عندنا نسبة متاع سلامة لتزويد الشبكة بالتيار الكهربائي. سيدي بوزيد فقط، سيدي بوزيد هذا نحكي لك على معناها اكثر بان الى حد ما وصلنا له، باعتباره اللي يتمسلك ترانسفو بحجم 40 امبيا، خاطر نعرفوا تو في حي تلقى راه 200 كيلو كيلو فولت امبير، هذايا 40 الف كيلو
فهمت؟ دونك باش نفهموا الحجم معناها يمول سيدي بوزيد الريجيون هذيك الكل. وبطبيعه الحال ثم تعاطي بينها وبين القيروان وبينها وبين القصرين، معناها ثم هك التآزر بين الشبكات واحد. دونك معناها هذا حبيت نعطي فكره انه ثم المتلوي وقفصه زاد صارت فيها اضطرابات. متلوي توزر قفصه على خاطر كلهم مع بعضهم معناها مرتبطين زاد كيف كيف معناها بالواحد. وعندنا زاد جهه بنزرت بعض الاضطرابات وبعض احياء اخرى حتى عندنا في من وباع معناها في كسوه في امرو. هذا ما يلزمش يخلي العباد تخرج على مواقع الاتصال الاجتماعي وتعلن ان وراي تونس الكبرى في الظلام وهذه الكارثه وهذه كذا. الرور كثير منا تو راهو يسمع فيها وعايشين في تونس ما ثماش انقطاعات، ما ثماش. قداش الديوغي مثلا من نوبه قداش قص؟ في بعض احياء في بعض احيان ينجم يقص، معناها حتى تو انا نتكلم يكون تو مخصوص كالكوبار في واحد. اي قداش الوقت ينجم اربع ساعه اربع درج ويرجع قداش؟ ثم اي لا معناها ثم خاطر انت تسيطر على الحدث وعلى العطب. اذا انت تنجم تتحكم فيه داك تو مثلا عندك سياره دخلت في بوتو كسرت هكا ولا هذا يتطلب تدخل لازم شويه وقت. الشركه والمقاول وباش البوتو يجي تحط السيمان حتى شي شويه السيمان حتى كذا واحد. لكن بطبيعه الحال احنا الفنيين نتاعنا عندنا اكل حلول. تو مثلا أمكن في سيدي بوزيد اللي قلت لي اللي معناتها صار فيها مشكل معناتها في احد المحاولات الكبار، قداش قعد وقت باش رجع؟ هذا كله وقع في الليل صباحا معناها قلت لك بدايه نصف الليل معناها الناس بصفه عامه تقريبا درجين هكاك قصان ضوء والناس بصفه عامه ما شعروش بانقطاع الكهرباء. معنى الناس اللي فاقت الصباح ما في معناها يمكن ياسر انا صوتي هذا هو اللي يعلم فيهم تو معناها لو كان ما علمناهمش ما يعرفوش معناها لكن احنا نخدموا بطبيعه ويزم نعملوا لازم باش خاطر مازالت السخانه راهي جايه ويزم الشبكه نتاعنا تبقى ديما على هبه باش تعمل اللازم تشتغل حسب ما هو منوط بعهدتها. سي منير نختم معاك ببعض النصائح، شنو تقول للناس اللي حاليا النصائح اللي عندهم يستعملوا معناتها المكيفات درجات معناتها قديش من مره كل عام واحنا نعاودوا نفكروا معناتها ونذكروا كيف يعني كيف برشا نساء زاده في اوقات الذروه والطبخ وغيره يستعملوا برشا لي روبو، شنو النصائح معناتها اللي توجهها للتوانسه اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ بصفه عامه هذه نصائح تو تقريبا كما حكيت انت معناها نتداولها نعاودها في أكثر من مناسبة. المواطن راهو دوره فاعل ومحدد في حجم الذروة اللي باش نعيشوها، وإن شاء الله بطبيعة يزمها من مصلحتنا الكل باش تكون أقل قدر ممكن. العملية راهي سهلة، معناها الإنسان أنه يرجع الاستعمال بعض أجهزة كهرومنزلية كما مثلا ماشينة لافي باش يغسل الإنسان باش يستشور كذا، مش بالضرورة باش يجي بين 11 وبين الأربعة متاع العشية ويعمل هالعمليات هذه، نجم يرجعهم إلى خارج أوقات الذروة هذه وهكاك معناها يخفف على روحه ويخفف علينا باعتباره أنه هو بيدو جزء من المنظومة. كيف احنا الأكثر انرجيفور احنا نسموه معناها اللي يستهلك برشا ضوء اللي هو كليماتيزور، ما هوش ضروري باش تحطه على 18 ولا 20 رغبة في أنه يبرد أكثر، راهو ما ثماش فرق بين 26 وبين 20، ما ثماش فرق. انا ناكد لكم واني توا كنت نحكي في اذاعه اخرى، انا في الايامات هذه وين 40 انا في 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 مكان فيه 40 واكثر من 40 حطوا 28 ولا باس يخدموا كذا خاطر الكمبريسور هو يحس بالفارق. عنده كمبريسور واحد يخدم ولا ما يخدمش، طالما هناك ثم فرق بين البرا 44 مثلا والداخل تحب يوصل لك معناها الدرجه مثلا 28 وكذا. عندك ديما البروده خارجه من معناها الهواء البارد خارج من الكليماتيزور وهذاك هو المطلوب منه معناه. لكن يبقى هو على استعداد باش يفك التشغيل الكمبريسور يشتغل وبعد يقص وفي القصانة نتاعه وتتفرهد الشبكة وتتفرهد زاد فاتورة الحريف. أكل فاتورة رفقة بالتوانسة. أكل فاتورة ويا خطرة موجودة نفكروا في هذا وهذا. رفقة بالتوانسة يا سي منير رفقة بالتوانسة. نقولوا 26 باش ما ندخلش كاهلك الفاتورة هذيك نفكر في الأيامات الجاية وما ندخل زاد كاهل الشبكة. واضح إن شاء الله ربي يقدر الخير في هالسخانة وإن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله مطر. إحنا نتمنى هكا مطر تخفف إن شاء الله. هاي تصب هي أنا نعرف فما شوية سحاب إن شاء الله مطر هكا. سحبة
إن شاء الله، إن تبرد شاء الله. الدنيا شوية. شكرا لك سي رحمة منير، ربي كبيرة، إن شكرا. شاء الله إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا لك سي منير الغابري، مدير الاتصال ونطق رسمي لشركة